مني ماليش حد ابقى رخيصه في نظرك للدرجه دي؟ لا يا دكتور، انا لو كنت عايزه ابقى كده ما كنتش دخلت جوه. ايه رايك في السبانخ؟ حلوه صح؟ ماليش فيها قوي. ازاي دي مليانه حديد، هتسال باباي يقول لك. بقول لك يا بابا، ما تجيب طباخ. دي هو اكل عمتك مش عاجبك؟ عجبني بس يعني بتتعب، انت عارف رايحة جاية يعني. يا حبيبي يا حنين انت، معلش تشغلش بالك. يلا خلص طبقك توديه المطبخ واطلع خد شاور. يلا حبيب بابا. حاضر. قاعدة عديشة. يا رمزي قول لي بقى ايه اللي حصل؟ ومين ناديه دي؟ يا ساتر دي مجنونه يا عم. هتتاخر؟ لا خالص، انا هغير هدومي واجيب العربيه واعدي عليك على طول. ماشي ماشي. ولا على فكرة أنا كنت ممكن أعلم عليك قدامها بس ما رضيتش. تعلم على مين يا نجم؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي. أنا بس جاي أقول لك لما تحب تعمل دكر وتيجي تعمل نمرة ما تجيش تعملها عليا أنا. زي ما اتقاطرت عليا أنت وأصحابك في الكافيه الصبح هردها لك. بس أنا بقى هعلم عليك. كتروا عليا يا ولاد. دم بيتي. ده غير بقى عارف انت غرور كده غير مبرر وعجرفه فارغه. ده طاهر. طاهر يا ولادي انا هوريك. يلا يا كلب يلا يا كلب. ارجع سيبك. تصدقي انت ما عندكيش دم؟ امك اتصلت اكتر من 3 مرات. انا اسفه انا اسفه بس ربنا يخليكي ليا والله، كنت احسن واحده في البروفا النهارده. طب يلا هطلب التشيك ونمشي. يلا بينا. يا بتتكلم ايه يا مام؟ هو انتوا ما بتردوش ليه؟ الموبايل بس كان مع راجل بيركب سكرين بروتكتور. لا احنا خلاص جايين في السكه اهو. خلاص يا ماما 10 دقايق هروح التواليت. طب يلا ما تتاخروش، جايبه لكم حاجه حلوه. ايوه بقى جايبه لنا ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا رجاله، ما حدش يتحرك الا لو حصلت حاجه. ها وانت ميرو هتيجي معايا تشوف الحاجه دي ولا اجيبها لك انا؟ ده سؤال يا شيكو. طيب يا عم بس الواد ده محترم جدا. ها واكيد ملوش دعوه. هنعرف دلوقتي وليد ولا لا. قلب اخوك. يا حبيبي في نفس المكان. تلاقيني جنب العربيه على طول. ماشي نستنيك. داخل علينا. بص لو لقيتها حاجتك بالظبط تلاقيني كده باي اشاره وانا هفهم، بس من غير ما هاخد باله عشان ما يحورش علينا وانا هبقى جلونه بالكلام. وانا تلميذ ولا ايه يا عم شيكو؟ لو طلعت حاجتي هعرف اجيبه في الكلام كويس. ماشي يا عم واهدى. ها اهو جه اهو. يلا بينا انا وراه. عبي قلب اخوك. بيبي عامل ايه؟ وراك ايه؟ تعبتك معايا يا عم. تعبك راحه. بقول لك ايه، ده انت لقطهم والله. ده انا عايز اقول لك بعد ما بعت لي عملت الاوردر جالي طلب عليهم تاني. هم دول بقى؟ هو الاوردر لمين؟ لمراد صح؟ ايه الدنيا؟ وانت هتجيب بضاعتك منين؟ إيه؟ ليه؟ لا عادي اصل حاجه نظيفه يعني. ليه كام واحد صاحبي كده قاعدين بره بيظبطونا وبنقسم يعني زي ما كلنا بنعمل. ولا ايه يا عم شيكو؟ يعني التيشيرتات دي جالك من بره؟ ايوه. هو فيها شيكو؟ لا مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حاسس إيه شفتهم قبل كده التيشيرتات دي. طب ايه الفكر في ايه؟ مفيش اي حاجه، الموضوع بسيط بس صاحبي قلق شويه ما تقلقش. انزل يلا انزل يلا. ايه؟ فهمني في ايه طيب؟
انزل يلا ايه الحاجات دي ايه دول انت نسيت طب من بره يا ابني في ايه معايا فهمني قول لي كام بره فهمني حضرتك هم هربوه من باب المطبخ حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا ههربه ازاي بس دي سمعه مكان انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق مش حق انا بس حقي وحق كل البنات التانيه اللي اتصوروا احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص وصاحب الكافيه جاي في الطريق حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال مش عايز مشاكل عملتوا ايه انا مش هسكت انا هبهدل الدنيا اخر بهدله هو ده الحيوان ماما ممكن تهدي يا فندم حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني استعجله خليه يجيب بطاقه الواد يا باشا ماليش ذنب والله العظيم حتى حضرتك اسال الهانم مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه حد قرب لحضرتك او ضايقك نهار اسود انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه هنجيبه زي ما قلت لحضرتك حقكم هيجي لكم طب انا عاوز اعمل محضر نفسي ده اسمه تهريج والله ده اسمه تهريج مش عايز صوت بقول لك انا عايز عزم بيه اقف هنا ما تتكلمش يلا عاوز عزم بيه دلوقتي اقف هنا ما تتكلمش كنا في دوريه يا فندم في شارع 13 لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم ولما سالناه انا بدافع عن ابني يا حضره الضابط ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا لازم ادافع عنه وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده ما حدش عايز يسمعني ممكن توطي صوتك انا عاوز عزم بيه دلوقتي عزم بيه ماشي هو حضرتك بتهددني يا عم سيبني اوعى ايدك يا فندم اللي هو بيقول هو اللي حصل العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت اه هو في ايه النهارده كاري يا امجد بيه العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع بيقولوا ان في حد نصب على التاني قلت اجيبهم ونشوف حكايتهم ايه عرفت اجيبه انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا بابا انت مخلف بلطجيه لا ما بابا البنت دي يضعف حشش